التأم مجلس النواب في جلسة طارئة تضامناً مع القدس بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي رأى أن قرار الرئيس الأمريكي ما هو إلا تمهيد لازم لصفقة العصر الهادفة إلى تهويد فلسطين وتثبيت التوطين بعد الاستيطان، لتخلص الجلسة إلى رفع توصية إلى الإدارة الأمريكية وأعضاء مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة عبر الحكومة اللبنانية. دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته الرفض الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إدانة قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في مشاريعه الإستيطانية، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين، إبلاغ هذه التوصية للإدارة الأمريكية باسم الشعب اللبناني. وكان قد أذن الرئيس بري للكتل النيابية بالكلام، فأجمعت على استنكار قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتثبيتها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، عارضين رؤيتهم في مواجهة هذا القرار. ونؤكد وجوب دعمه وإمداده بكل ما يمكنه من الدفاع عن حقه في أرضه وإجلاء المحتل عنها والتصدي لمحاولات ابتزازه وإخضاعه. إن هذا يتطلب عملا عربيا نشطا وحيويا ومتناغما ومثابرا وعلى كل الأصعدة ومع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وبقدر ما يوحد الفلسطينيون رؤيتهم من أجل فرض الاعتراف في حقوقهم وأرضهم ودولتهم، بقدر ما يسهلون على الآخرين سلوك درب تقديم الدعم. والقرار الأخير للإدارة الأمريكية يمثل انسحاباً واضحاً من أي دور في عملية السلام، ويأتي في ظل حالة تمزق وتشتت عربي. وبين التيار والقوات توارد أفكار يحرك فيه الرحابنة ركود التفاهم. هو قرار معاكس لكل ما سبق ولاتجاه السلام، ويدين التكتل هذه الخطوة التي أتت من جانب كان من المفترض أن يكون من الساعين إلى السلام. نسترجع مع فيروز اليوم ما غنته لزهرة المدائن حين هوت مدينة القدس وسقط العدل على المداخل. وفي زمن الميلاد أقول مع الرحابنة سبقنا زميل إبراهيم كنعان، تشوف القلوب الشواهد بيننا وبين الطيار. يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي، المطلوب اليوم أكثر من موقف، المطلوب تجنب اللجوء إلى العنف الذي يشكل تبريراً أو غطاءً لتمرير هذا القرار الخطيئة. ومن خلال توقيت القرار الأمريكي رسالة من اللقاء الديمقراطي إلى بعض الدول العربية. أعلن عن الصفقة الكبرى، اختار بعض العرب عدواً آخر وعنواناً آخر، وذهب الرئيس الأمريكي ليقول لهم بوضوح: لن نقاتل عدوكم نيابة عنكم، نريد مالكم فقط. لفت الرئيس بري إلى أن جلسة استثنائية ستعقد يومي الأربعاء والخميس في المغرب العربي على مستوى رؤساء البرلمانات في سياق رفض القرار الأمريكي الذي يقود إلى الحروب ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي ويشكل غطاء للاحتلال الإسرائيلي وعملياته الاستيطانية، كما ذكر نص التوصية الصادرة عن مجلس النواب اللبناني.